ام بي سي المغرب العربي دائما فكره موجوده بضمن خططنا. لن يعني ادخل اليوم في تحديد مواعيد والالتزام باطلاق قناه. ما بخفي عليك انه عنا رغبه ونيه باطلاق منظومه اعلاميه راقيه لبلاد المغرب العربي. متى وكيف وشو اسمه يعلن عنه في حينه. جاي دورة قريبة إن شاء الله. رمضان على الأبواب إن شاء الله ينعاد عليكم وعلى جميع المشاهدين والقراء والمتصفحين. خلطة نوعية برمضان مثل العادة. ام بي سي في مصافن لوحدها برمضان. عنا 11 مسلسل حصري مصري مثلا برمضان، 28 عمل على شاهد يعتبروا حصريين على ديجيتال. فمثل العادة سنعلن عن شبكة برامج رمضان وفيها ما يسر ويأسر عقول وقلوب وعيون ووقت المشاهدين والمشاهدات.